وريني طاقم التحكيم كده يا سمير، احب اتفرج على كابتن ابراهيم. انا الحقيقه كابتن ابراهيم نور الدين من الناس اللي انا بحب اتفرج عليهم، مش هو بيحكم، احب اتفرج عليه كلنا يعني. يعني كابتن ابراهيم ماشي، خليني طيب. ده طاقم التحكيم اللي هيبقى في مباراه بكره، كابتن ابراهيم نور الدين حكم للساحه، كابتن سامي هلهل حكم مساعد اول، كابتن هاني عبد الفتاح حكم مساعد ثاني، كابتن احمد الغندور حكم رابع، كابتن محمد عادل حكم فيديو، كابتن عاطف حسين مساعد حكم فيديو، كابتن محمود ابو الرجال. ما اعرفش ليه كابتن محمود ابو الرجال، مع ان الكابتن ابو الرجال من بالنسبه لي هو الافضل طبعا، كابتن سامي هلال والكابتن هاني عبد الفتاح هايلين ورائعين وكل حاجه، ولكن كابتن ابو الرجال. عموما هو ده طاقم التحكيم. رايكم في اللي حصل واعلان اعتزال كابتن ابراهيم نور الدين لهذه، وانا قد المقربين كمان، ما اعرفش ده مقصود ولا لا، عشان يطلع يقول لا انا مش هعتزل الا نهايه الموسم، ولكن المقربين من الكابتن ابراهيم قالوا كمان انه قد تكون هذه المباراه هي المباراه النهائيه او المباراه الاخيره بالنسبه له. يعني دايما اتحاد الكوره فيه لازم يحط التاتش او الجدل. طبعا هم طلعوا وقالوا ان ده بريرا، روح لبريرا. بريرا ماشي يعني تمام. بريرا ما هو بريرا محسوب على مين؟ هو مين اللي معينه؟ انا اللي معينه؟ هو لو نجح هو اللي نجح، هو اتحاد الكوره اللي نجح بالظبط. وفشل يبقى فشل اتحاد الكوره، ده الطبيعي. فالنهارده لا، الاختيار ده طبعا مثير للجدل يا كابتن اسلام، وطبعا مع كامل الاحترام لطاقم التحكيم ولا اي تشكيك او اي حاجه، ولكن لو بصيت كده على السوشيال ميديا كابتن اسلام والناس بتتكلم، هيقول لك ده لو اتحاد الكوره حابب يبوظ ماتش ما كانش هيعمل كده. يعني الكابتن ابراهيم نور الدين المشكله ان هو ليه سوابق كتير فيها مشاكل، وان هو دايما الناس تتكلم ان هو بيبحث عن اللقطه. ففي مباراه مهمه زي دي بعد مباراة نهائي كاس لسه من شهر، اصلا كان في حكم اجنبي، كان الناس اصل الجون ومش الجون والفيلم ده، وده حكم اجنبي، ما بالك بحكم مصري. فالنهارده انت بتدي فرصه اكبر لاي حد ان هو يتكلم. طيب خلصنا من دي. كابتن ابراهيم نور الدين اصلا مع النادي الاهلي عنده سوابق صعبه جدا، وهو حكم اعتقد قبل كده مباراه قمه في دوري 14. اللي هو 2014 كانت المجموعات في الدور الرباعيه، الماتش خلص فوز النادي الاهلي 1-0، ولكن النادي الاهلي كان وقتها على ما اتذكر يعني كان ليه ضربه جزاء لم تحتسب، في ضرب جزاء احتسبت لنادي الزمالك وقتها اثارت جدل، هي ضاعت ولكن اثارت جدل طريقه احتسابها. هو نفسه من 2018 في ضرب جزاء لوليد ازارو، يعني 100% واضحه وضوح الشمس، كانت اعتقد في مباراه انتاج حربي وما احتسبهاش. التحكيم المصري نفسه مع النادي الاهلي وهو كسبان في جدل، يعني هنتكلم والنادي الاهلي كسبان، عشان برضو الناس لو فاكر الحلقه اللي فاتت مع حضرتك قلت لك احنا ما بنتكلمش عن الاخطاء بس لمجرد ان احنا خسرانين، لا ده احنا كسبانين بندور على حقنا. ليه؟ لان بتفرق، ممكن تفرق في سكور، تفرق في نتيجه، تفرق في سيناريو طبعا. مباراه 2-1 بتاعت بيتسو موسيماني كان فيها جدل تحكيمي، مباراه 1-1 كان في ركله جزاء لرامي ربيعه الفار ما رجعهاش. على فكره انا ما عنديش مشكله ان يبقى عندك جدل تحكيمي، بس ده لازم انت لازم مباراة. تدور ان انت ازاي يعني تختار عليك الانسب عشان ما حدش يتكلم. لكن هو دلوقتي اللي ماشي ايه في السوشيال ميديا، يقول لك ما هو يا جماعه ما انتوا لو جبتوا حكم اجنبي ما حدش هيحاسبه، محدش هيطلب منه تقرير. تقرير صح. يعني لكن الكابتن ابراهيم لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده، انا لو جبت حكم اجنبي الحكم الاجنبي ولا يعرف ابيض ولا يعرف احمر. صح. يعني مش عارف. فانا بالنسبه لي ان انت تبقى مين اللي هيحاسب كابتن ابراهيم نور الدين يا صبري؟ انا يمكن مش فاهم. لا ما حدش هيحاسبه، هو الراجل هيعتزل بقى بعد بعد المباراه. هو الحقيقه اختيار غريب جدا وغير مبرر على الاطلاق، يعني سواب قول تاريخيه مع النادي الاهلي، حكم له اسمه وله احترامه وكل شيء، لكن حتى في ترشيحات لجنه الحكام او للقائمه الدوليه وللمباريات الدوليه هو مش من الحكام الصف الاول دلوقتي اللي بيتم ترشيحهم للمباريات، يعني في اكتر من اسم سبقه. فاختيار غريب جدا ان انت تتجاهل كل الاسامي اللي في الاول دي لو انت اصريت على حكم مصري يعني ولعبتهم ماتشات، فانت تجاهلت واحد واثنين وثلاثه واربعه ويمكن خمسه كمان، وبعدين فكرت كابتن ابراهيم نور الدين اللي هو بيقضي موسمه الاخير، هل على سبيل التكريم؟ لو على سبيل التكريم كان ممكن نعمل له ماتش اعتزال ونروح احنا النادي الاهلي نشارك فيه عادي، انما انت بتجيب حكم خلاص بيعلق الصفاره زي ما بنقول، يعني خلاص هيسيب الملعب، فبتدي له ماتش مهم زي ده على سبيل التكريم، الحقيقه شيء غريب جدا ومش مقبول، ومش هنتقبل الكلام عن انه لا تم اختياره لان هو حكم كفء وهو الافضل حاليا ومش عارفين. الكلام ده الحقيقه مش حقيقي ومش واقعي، فشيء غريب جدا. انا اتمنى بس من الكابتن ابراهيم نور الدين ان هو يحسن ختامه في الملاعب، ينتصر لاسمه،
يبقى شايف ان مباراته الاخيره لازم تكون نهايه جيده. انا عندي دي مشكله ان انتصر لاسمه، لانه كمان كابتن ابراهيم لا يقتنع بال صحيح بان هناك اخطاء. هو بيطلع دائما ما يدافع عن، هو من وجهه، على فكره هو من وجهه نظره ان هو لم يخطئ، فهو بيطلع يقول يا جماعه انا ما اخطاتش، هي ضرب جزاء. هي ضرب جزاء سواء للأهلي او ضد الاهلي، افضل مبارياته يعني. نتعشى من يعني نتعشى من احنا رامز الوحيد اللي طلع منه التصريح على ركله الجزاء ازاره، قال له يعني لما شفتها طبعا كان ممكن، بس يعني مش هندم يعني، مش هندم على قرار، ولكن لكن فيها وده رامز عشان المقلب تقريبا، من صدمه المقلب عشان صدمه المقلب اعترف يعني ما قبل المقلب ما قبل المقلب كان الاتفاق على، وده حق كل واحد يروح اي برنامج وياخد عليه مبلغ مالي كبير. طيب